ومعايا النهارده ايمان ايوب، اتشرف بيكي وبرحب بيكي وبقولك منورانا. واحنا في الذكرى الثالثه للمخرج الكبير الراحل اسماعيل عبد الحافظ. طبعا هو قيمه كبيره في التاريخ، واحنا كلنا مفتقدين الله يرحمه ويحسن اليه، وسايب لنا محمد ما شاء الله مكمل المسيره، فنان هايل ممتاز ونجم جميل. اتمنى يا رب يعني دايما اعماله تبقى مخلده، ودايما نفتكر ذكراه بكل خير، ونفتكر زمن الفن الجميل دايما مع ذكر اسمه اسماعيل عبد الحافظ. انا عايزه اقول طبعا انه هو عايش باعماله معانا، يعني احنا بنفضل نفتكره كل سنه، ودايما فاكرينه ودايما في قلوبنا، ودايما يعني ممكن كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تفتكره دايما بان هي تقرا له الفاتحه وتفتكره كل الله يرحمه ويغفر له. شكرا يا ايمان.